شكراً لكل شعب يخدم دولتنا. شكراً لقيادتنا على تشجيع الشباب وتحفيزهم لتطوير مهاراتهم. اليوم إبداعات وأعمال شبابنا تنافس كبرى الشركات. كل عملنا هو تطوع من شباب الإمارات إلى شباب الإمارات. شبابنا يتطوعون في كل المجالات. نحن فريق عمل واحد. الحمد لله اللي أنعم علينا بخير قادة وخير شباب. شكراً شباب الإمارات.